مساء الفل. النهارده هتكلم على اغنيه اهي اهي. الاغنيه نزلت خلاص مع مطربه ما لحقتش احفظ اسمها، لكن عملت سيرش عليها. مطربه جديده تقريبا خالص، يعني تاريخها مش قوي قوي. ده اللي انا عملت عليه يعني سيرش، ما اعرفش ممكن تكون جامده يعني، بس اوكي. اهم ما في الاغنيه ان ليها لازمه. لو تفتكروا الفيديو بتاع لوازم الأغنية، اللازمة اللي هي في الكلمة، يعني كلمة دايما بتكون دارجة معانا. عمرو مبدع فيها، وأهم حاجة فيها هي لازمتها. هي مثلا لما تيجي تقول على حاجة أهي هتفتكر الأغنية على طول. فدي من أحلى الحاجات اللي في الأغنية، هي كلام اللحن برضو. التوزيع جميل، أو التوزيع يوناني بحت. وخدوا بالكم يا جماعة، الأغنية دي مش لينا إحنا كمصريين، الأغنية دي بره. عارفين انتوا لما تلاقوا حاجات تصدير كده، دي تصدير، دي تتصدر بره وبعد كده نبقى نشوف. بس فأنا عجبتني الأغنية جدا. ممكن أقول طبعا أماكن السهر أحلى، بس أنا وجهة نظري الأغنية دي مش لينا. زي ما طلعت قبل كده في لايف قلت إيه، اعمل أغنية هنا لمصر. أنا طبعا الناس كلها دلوقتي مسميني مدير أعماله، بما إن أنا قلت حاجة وبتتحقق. وحاجة بالظبط انا قلت 7 وموجودين عندي على الانستجرام، عامل لهم ستوري كده فاني، يعني حاجة كوميدية كل ما اقول حاجة بتحصل. بس من ضمن الحاجات انه اللي انا قلته بالظبط في اللايف، الكلام ده من شهرين حاجة كده، اللي هي فيديو لايف اسمه رسالة لعمرو دياب. زي ما انت بتعمل اغاني جامدة زي اماكن السهر هنا، اعمل اغنية بره، اعمل ديو بره وصدروا بره. ده اللي بيحصل دلوقتي، حتى لو مطربه احنا ما نعرفهاش قوي، مش حاجه قويه، بس انا شايفه خطوه جامده جدا، وشايفه خطوه مهمه لعمر. وزي ما قلت لكم، كلام حلو قوي، لحن حلو، توزيع حلو قوي، بس الاغنيه دي لبره. اللي ما عجبنيش مثلا في الاغنيه، مش في الاغنيه، ان يعني كان لازم لها بوستر لوحده. هل مثلا عمرو ما يقدرش ياخد صوره بالموبايل حتى؟ يعني كريم نور ده عايش معاه، كان خد له كده صورة جامدة بدل تركيب. يعني عمرو أكبر من إنه صورته تتركب فوتوشوب مع القميص، مع إن القميص أنا جايبه، فممكن كل شوية أطلع بيها أزهقه. لكن يعني كان نفسي إن يكون ليها بوستر لوحده كده، تبقى حاجة ليها رونق، خصوصا إنه ديو. بس ده رأيي في الأغنية. الأغنية حلوة إن توتال، مفيش أي نقاش عليها. بس في فيديو لايف كمان شوية، نص ساعة كده، هقول لكم أغنية تامر حسني لحنها مسروق ولا لا، والاغنيه دي لحنها مسروق ولا لا، واتكلم شويه على الاهلي، يعني بما ان بقى الاهلي والزمالك والحاجات دي. بس استنوني فيديو لايف بعد نص ساعه من دلوقتي. ده اللي عندي النهارده. لو انت بتتفرج من على اليوتيوب اول مره تشوفني، اشترك في القناه وفعل الجرس. لو انت بتتفرج من على الفيسبوك، شير ولايك وفولو. سلام بقى. لا، وخش على اليوتيوب اشترك في القناه، عشان لازم نعمل عدد جامد جدا. ماشي، استنوني كمان نص ساعه على اليوتيوب. سلام.